قال الرئيس السيسي إن العلاقات المصرية الصومالية تميزت بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة. وأكد الرئيس دعم مصر للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب، سعيا لتحقيق التنمية المنشودة له وتخطيه التحديات الراهنة. لقد تميزت العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة، وتؤكد مصر دوما على دعمها للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب، سعيا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق، ومن أجل تخطي التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال ليتبوأ موقعه كعضو فاعل مؤثر في منطقة القرن الإفريقي وعلى المستويين العربي والقاري.